قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استثمار تنوعها الداخلي في إطلاق وثيقة برنامج رئاسي عام يعبر عن آمال وتطلعات كافة مكونات المجتمع ويقدم لمختلف المرشحين على حد سواء. قامت التنسيقية بتشكيل مجموعة عمل لصياغة البرنامج عن كل التوجهات السياسية والأيديولوجية لضمان التشاركية والتوافق. تكون فريق العمل من ممثلين عن الأحزاب السياسية المستقلين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، مع مراعاة وجود تمثيل يعبر عن جميع أطياف المجتمع المصري. كما التقى فريق عمل التنسيقية بمختلف مكونات المجتمع عبر تنظيم زيارات ولقاءات شملت 23 حزبا سياسيا و15 نقابة مهنية وعمالية وعشر شخصيات عامة وثمانية هيئات قومية ودينية وست زيارات لمناطق حدودية ليستمع إلى مطالب وآراء وتطلعات هذه المكونات ليتم تجميعها وصياغتها داخل وثيقة برنامجية شاملة تتناول مختلف الملفات الوطنية في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأعلنت التنسيقية إطلاق البرنامج تحت شعار التنمية والديمقراطية والسلام، لما يعبر عنه من إجماع وطني يضم كافة مطالب مكونات المجتمع المختلفة. حرص فريق عمل لصياغة الوثيقة أن ينعكس هذا الشعار على مضمون البرنامج في المحاور الثلاثة، وذلك سعيا لأن يكون معبرا عن تطلعات المصريين كافة نحو بناء الجمهورية الجديدة.